مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج بهار ونار. اليوم رح تكون اخر حلقه قبل رمضان، رح نكون فيها انا والشيف محمد. فبدنا اليوم تفاعل كثير كبير منكم، بدنا اياكم تحكوا لنا كيف استعداداتكم لرمضان وتضلكم متابعينا من هون لنهايه حلقتنا، لانه عن جد اليوم وصفاتنا ولا اروع من هيك. اليوم كل اسرار الستيك رح نحكي لكم اياهم. كثير طلبتوا من الشيف محمد عن اللحمه واسئله عن اللحمه واسئله بتخص الستيك بالاخص، فاليوم رح نجاوبكم على كل هالتساؤلات، وانا كمان رح احكي لكم كيف بدنا نجهز جسمنا لرمضان وكيف نقدر انه احنا نوصل للوزن اللي احنا بدنا اياه ونقدر نخسر وزن خلال شهر رمضان. اي اسئله اي استفسارات عندكم اياها ابعثوا لنا اياها على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن. كيفك يا شيف؟ والله تمام، انت كيفك؟ شو الاخبار؟ تمام. انا وياك من جماعه الصيف. طبعا. فكيف شعورك بالاجواء الدافئه؟ ممتاز. خلص شعور. انا صيفت صراحه. انا كثير ما صدقت انه الواحد يطلع علمه فيها لابس طاقه واحده. دائما عندي السياره انا كلها غرفه غيارات، خزانه فيها بقدر صيفي شتوي شورت احتياط. بعدين بتحس انه الطلعات بتصير اسهل وبتصير تتشجع اكثر، يعني حتى لو مشوار صغير عندك بتصير تتشجع انه الجو دافئ فبتطلع. صحيح. اما بالبرد بتضلك كلان هم اي مشوار بدك تطلع. صحيح كلامك. طيب فاليوم انت مروق وهيك مع الاجواء الحلوه ومع الصيف، فظبطنا بالوصفات. يس، الف مليون مليار. اليوم رح نعمل ستيك، رح نعمل تندرلوين، رح نعمل كمان الماشروم صوص، رح نعمل كمان ستيك او ساندويتش ستيك، واحده من اشهر ساندويتش ستيك بالعالم كلياته، وعندنا كمان سلد وموجود فيها ستيك برضه. فستيك اليوم راح نفجر الدنيا. واي حدا عنده سؤال بخصوص الستيك، ايش اي سؤال بخطر ببالكم بعثوا لي على الفيسبوك. يس اكزاكتلي، عشان نجاوبهم على كل الاسئله وعشان تتعلموا. خليكم مركزين معنا لانه اليوم هي اخر حلقه لي، انا راح اجي بعد رمضان، ما حكون برمضان، حسافر. وبحب اوجه لهم رساله انه انا بحبهم قد الدنيا، كثير بحبكم قد الدنيا، فانه راح يكون صعب علي اني افارقكم لمده شهر، بس بعد الشهر ان شاء الله بنجيب وصفات جديده. بس احنا راح نضلنا متابعينك خطوه بخطوه بكل سفرتك. طبعا تابعوني على انستغرام معناته عشان تشوفوا كل القصص هاي. خلص بتذكرنا وانت مسافر. يس ان شاء الله. طيب احكي لنا شو راح نبلش اول شيء. اول شيء راح نبلش باللي هو الستيك. رح ناخذ الستيك ورح ناخذ برضه الصوص تبعهم، رح نعملهم الاثنين مع بعض واحنا عم نستنى. يلا خلينا ناخذ الاذن المقادير مع بعض. للستيك رح نحتاج لقطع ستيك، ملح من ساسي، فلفل اسود من ابو خلدون كباتيلو، ثوم، مشروم صوص، ورح نحتاج لثوم وبصل وفطر، كريمه، مرق دجاج باودر، وزيت شعبان او زبده. كثير من ستات البيوت لما بدهم يعملوا ستيك بقول لك انه بتطلع معي يابسه، بتنشف، ما بتطلع معي زي المطاعم، ايش السر اللي بيعملوه بالمطاعم عشان تطلع معاهم بهاي الطريقه؟ فاليوم بدنا اياك تجاوبنا على كل هالاسئله لحتى يزبط مع اي ست بيت بتحب انها تعمل ستيك بالبيت بدون ما نروح على المطاعم ونكلف حالنا بالمطاعم، وحتى بحس بالبيت ممكن يطلع معك كثير ارخص، صح؟ طبعا بكثير ارخص من برا. ليش؟ اذا بدنا ناكل لحمه نظيفه من برا راح ندفع بلاوي. صح. لانه احنا اذا بنجيب القطعه رح ناخذها بالكوست تبعها، ما رح نضيف عليها لا سيرفيس ولا نضيف عليها خدمه ولا، ولكن الطريقه الصح انه تزبط معنا لازم نكون نعرف كيف نستخدم الستيك وكيف نقطع الستيك وكيف نطبخ الستيك عشان يطلع معنا ستيك عن جد مزبوط. لانه اذا احنا ما عملناها بالطريقه المناسبه رح تطلع معنا كوشوك حجر بالضبط، ترميها بالحيط وترجع لك. ليش؟ لانه احنا مش عارفين نتعامل مع اللحمه تبعتنا. اوكي، اول شيء نبلش بالكتكوته البطله تبعتنا. البطله تبعتنا هاي اسمها تندرلوين، في ناس تحكي لها المتله او الفتله، مش عارف بالضبط. ايوه هاي القطعه هي العمود الفقري تبع العجل او تبع البقره او العجل. اكزاكتلي فهمتي؟ هذا الشيء اللي بيجي ورا عند الظهر تحت الرقبه ورا. هاي قطرة قطعة موجودة بكل العجل. حلو. إذا طبخناها مزبوط. هلا هاي القطعة يا حبايبي القلب، الناس ليش بتفضلها أو كتير مشهورة عنا؟ لأنه هاي القطعة ما فيها كتير فات. الناس بالعادة العاملين دايت اللي بيهتموا بصحتهم ما بدهم ياكلوا كتير فات أو قطعة اللي كتير فات، فهاي القطعة واحدة من أخف القطع الموجودة بكل العجل، فياتها إيش؟ فات. هلا هذا كويس ومش كويس بنفس الوقت. هلا إذا أنت ما عرفت تطبخها رح تيبس. بس إذا أنتوا اتبعتوا الخطوات اللي أنا راح أحكيكم إياها اليوم راح تطلع معاكم قطعة ستيك ما في أزكى منها. حلو، تمام أمورنا هيك. جبنا قطعة التندرلوين
وايش بدنا نعمل فيها؟ هلا تندرلوين تيجي قطعتين مع بعض. أوكي. قطعه من هون وقطعه بتيجي ايش ملزقه من هون، هدول قطعتين مع بعض. هلا احنا بعالم المطاعم او بعالم الفنادق او بعالم اللي بيقدم خدمات اكل للناس ما بنودي ولا قطعه على زباله، ما بتروح ولا شيء. فاحنا ايش بنسوي دائما لما تروحي على مطعم وتاكلي قطعه تندرلوين بتلاقيها كبيره ومدوره؟ صح. هلا احنا مثلا هاي شوفي من هون رح نستخدم هدول الستيك، وهذا الطرف مثلا ها شايفه ايش سوينا فيها؟ حطيناها على جنب. هاي برضو نفس الاشي، شوفي كيف ها اجينا من هون هاي حطيناها على جنب. أوكي. هلا هاي القطعه اللي احنا رح ايش نشتغل فيها. نشتغل فيها. اوكي. هدول شو رح نعمل فيهم؟ شو هدول؟ ما رح يروحوا على زباله، هدول ما رح يروحوا كب، هدول ما يروحوا على التفريز. رح نعملهم الوصفات الثانيه ورح يطلعوا بوم بالوصفات الثانيه. حلو. تمام. القطع هدول بالعاده بالمطاعم او بالفنادق اذا شفتوا انتم هي ما فيها ولا شيء، بس انها صغيره ترى. باي ذا واي احنا كنا نبيعها على اساس انه اسمها يعني انه مقطعه لحالها. أوكي. انه بتيجي من هون شوي صغيره مليانه ومن هون ايش صغيره. ممكن نحطها على الجريل او على التشاركول، بس نكون نعرف كيف نشتغل عليها. ليش؟ لانه من هون شوي صغيره ومن هون خميره، ممكن ما تطلع نفس المستوى. اكزاكتلي. فالإشي اللي رح نعمله هون إنه إحنا رح نيجي على قطعة الستيك تبعتنا. أول سر من أسرار الستيك إنه إحنا نقطع عكس الألياف. شايفين الألياف؟ وين الألياف تبعتي؟ كيف ماشي الألياف؟ بتطلع هون، تعال ممكن ناخذ زوم. أيون. طلع شايفين الألياف؟ هي الخيط هون. يعني أنا هلأ إذا بمسك هيك وبفتلها بتطلع زي السفينة، بتعرفي كل الألياف لحالها. إحنا إذا منقطع زي هيك اللحمة رح تشد معانا. هذا سر يا جماعة من أسرار الستيك، انه احنا نقطع دائما عكس الالياف تبعتنا. أوكي. بشوف وين الالياف تبعتي، عادي بتطلع هيك بتطلع هيك. انا بالبيت رحت عند لحام، رحت عند اي حدا، بحكي له بليز ركز على هاي الشغله. ليش؟ لانه اذا انا ما قطعتها زي هيك رح تطلع معي شاده. اوكي، فلازم عكسهم. عكسهم. فانا باجي من هون قد ايه سمك القطعه اللي بدي اياها؟ مثلا بدي اياها 3 انش 2 انش 1 انش، بدي اياها 100 جرام 200 جرام حسب الوزن او القطعه اللي انا بدي اياها بسويها. احنا رح نعملها بهذا الشكل. تمام. شايفين هذا الحجم؟ هذا الحجم اللي احنا بدنا اياه. مش خميل كثير؟ لا مش خميل كثير ابدا. والله. لا 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 لا. اوكي. تمام. هلا كيف اطلع كل القطع جنب بعض؟ موضوع بسيط جدا، بتجيبها هون وبحطها هون. وباجي عندها نفس الشيء. ها. حلو، عشان يطلعوا هون نفس الحجم. وياخذوا نفس الوقت، صح؟ هلا صح. هلا الواحد مع الخبره والايام بصير خلص يسويها بدون ما يتطلع عليها، بس احنا عشان ايش؟ بعدنا مبتدئين، احنا مش فنانين باللحمه، فحلو من اولها انه احنا نبلش ايش؟ تمام، خطوه بخطوه. ايون. اوكي. وهي الاخيره نفس الاشي. تمام. طلعت معنا كم قطعه؟ طلعت معنا 5 قطع. اوكي. هلا طبعا لازم نحكي انه احنا لما نستخدم اللحمه لازم يكون في بورد متخصص للحمه، ولازم طبعاً يكون في بورد متخصص للدجاج، ولازم يكون في بورد خضار متخصص لكل شيء. دائما البورد الاحمر هو متخصص للحوم. فاحنا عم بنقطع بالطريقه المضبوطه على التكنيك المضبوط وكل امورنا رواق الرواق. ممتاز. هلا لازم نحكي على شغله، اذا بتطلعوا هون خلينا ناخذ زوم برضه، رح نغلبهم اليوم بزوم بس عشان عشان يعرفوا كل اسرار. أيوة. اللحمه. صحيح. شايفين الاشي الابيض الموجود هون؟ هون ما في كتير، هون في. طلعوا هون هذا الاشي، هذا اسمه ماربلينج. ايش معنى ماربلينج؟ هو الترخيم. هذا الترخيم كل ما كتر جوا قطعه الستيك كل ما سعره غلي. اوكي. كل ما كانت قطعه الستيك تبعتنا احسن. مش هذا الدهن؟ لا، هذا الماربلينج هو عباره عن دهن صافي، مش دهن اللي هو الفات. الفات. اوكي. لا، فالماربلينج كل ما كتر جوا اللحمة تبعتنا بشكل بيحكوا له ترخيم، كل ما كتر الترخيم تبعنا كل ما كانت اللحمة تبعتنا ايش؟ بتجنن. أوكي. شو اللي بيفرق اللحمة تبعتنا عن اي نوع لحمة مثلا او الواجيو؟ الواجيو هو احسن نوع عجل بالعالم. اوكي. اللي بيفرق انه هم بيطعموهم دائما لما تعرفوا يا حبايب القلب. هلا اللحمه عالم كبير، خليني اشتغل وانا بحكي لانه انا باللحمه بغوص. بضلني حاله. اوكي. طيب بعالم اللحمه احنا بنحكي، خلينا نحط شوي صغيره زبده. بعالم اللحمه التغذيه تبعت العجل بتعطي نتيجه مش عاديه، وبصير يبيعوا العجل اصلا على اساس انه ايش؟ على اساس ايش ماكل. اوكي. اوكي. تمام. هلا انا لازم انزل الستيك تبعي وهو ايش؟ حامي.
اوكي المقلاية حامية وحطيت بس معلقة صغيرة زبدة. بس شوي صغيرة. اوكي. تمام. هلا أنا ليش بعمل زي هيك؟ بنزلها على البان الحامي تبعتنا، لأنه أنا أول ما بدي أنزل عليها بدي إياها تكون حامية عشان تسكر كل الجزيئات وخلي كل الجوس متحشر جوا. اوكي. تمام؟ لازم هلا بتشوفوا دقيقتين بدقيقتين اعطيها تحميره على الداير على الداير. ليش؟ عشان نسكر كل المسامات. ايوه المسامات، ونحشر الجوز تبعنا عشان هيك تطلع طريه. وندير بالنا اذا بدكم انتم بالبيت ما عندكم مثلا تشاركول او ما عندكم اي شيء، ممكن بمقلايه عاديه. انا اصلا جاي اليوم عاملها بالمقلايه العاديه عشان هم يتعلموا بالطريقه الصح انه كيف يعملوها، انه يعني كله بزبط يعني بكل الطرق انها ممكن انها تزبط حتى لو عندهم مقلايه عاديه بالبيت. ايوه. اوكي طيب هنجيب هاي هون. يعني احنا من ناحيتنا عم نحاول نغطي كل المعلومات اللي ممكن انه انتم يكون عندكم يعني، او الاسئله اللي انتم عندكم اياها. بس برضه بدنا نسمع منكم اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات ثانيه كمان تبعثوا لنا اياها على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، نحن جاهزين لحتى نجاوبكم عليها كلها. وكمان اذا عندكم اي اسئله بخصوص التغذيه خصوصا بشهر رمضان كمان ابعثوا لي اياها لحتى اجاوبكم عليها. صفحتنا هي عمان تي في كيتشن، وما تنسوا تعملوا لايك وشير للحلقه لحتى توصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. انا متاكده انه في كثير من اللي عم بيحضرونا عم بيسالوا امتى بنحط الملح، لانه واحده من الاشياء اللي اي ثينك بتخرب اللحمه انك تحط الملح بكير، صح؟ ما لهاش دخل هلا احكي عن الموضوع، بس خلينا نحط الصوص تبعنا على النار وهلا بنشرح فيها. أوكي. بالنسبه للمشروم صوص دائما نروح على المطعم بنلاقي انه احنا حاطين ايش الصوص اللي بدك اياه، خصوصا مع الستيك بقول لك بدك اياه صوص المشروم، صوص بالفلفل، صوص ايش الصوص اللي بدك اياه. احنا راح نعمل اشهر واحد اللي هو المشروم صوص، راح نحط شوي صغيره ثوم، راح نحط كمان شوي صغيره بصل، وراح نحطهم مع الزبده ونخليهم يتدبلوا شوي صغيره على نار هاديه على الاخر. أوكي. بعد هيك راح نضيف عليها، هات نشوف هدول. خلص خلينا نحط ايش عم تعمل انت بهذيك الطنجره؟ هدول خضار سوتيه. اوكي عشان نزين فيهم الصحن تبعنا مش اكثر ولا اقل، فاحطها على جنب هون او هون احسن عشان خلصنا منها. طيب وايش الخضار اللي انت راح تحضر لنا اياها السوتيه جنبها؟ سوتيه حطيت الكورن، حطيت الكاروت، حطيت الزوكيني، بس شغلات خفيفه. أوكي. لطيفه مش يعني شغل. جزر وكوسه وذره. ايوه بالضبط. تمام. طيب راح نحط هون عليهم كمان المشروم تبعنا. اوكي نشيل شوي صغيره او خلص خليهم. طيب بالنسبه للملح انا عندي خيارين، الخيار الاول ان انا احطه هلا او قبل ما احط، بس بدي ادير بالي بشغلتين. الشغله الاولى انه انا اذا بحطها قبل فمعناته بدي اكثر عليها شوي صغيره. ليش؟ لانه راح ينزل الملح وراح ينزل كل شيء فراح يخف طعمتها، فمنشان هيك راح ندير بالنا من هاي الناحيه. ممكن هلا طبعا راح نستخدم ملح ساسي. تمام هاي حطينا على الوجه الاول، وراح استخدم كمان اللي هو الفلفل الاسود من ابو خلدون كبتيلو. وبس ملح وفلفل. بس ملح وفلفل. أوكي. ولا اي شيء ثاني عشان ما بدنا نخرب النكهه. اكزاكتلي. بعدين نلفها على الجهه الثانيه ونعطيها كمان واحده كمان رشه ملح وفلفل برضه على الجهه الثانيه. كمان رشه ملح وفلفل. اوكي طيب عم بيسالوك ليش شف ما دقيت اللحمه قبل ما تحطها تشويها؟ ما دقيتها لانه هاي احنا ليش بندق اللحمه؟ احنا بندقها علشان تطرى معنا. هاي اللحمه من دون شيء طريه ودايبه. أوكي. فاحنا ما في داعي لها لهذا الموضوع. اذا كانت اللحمه تبعتنا ما بتشد ما في داعي. اذا كانت اللحمه تبعتكم بتجنن والماربلينج تاعها عالي ولا اي شيء بدها ملح وفلفل وتحطها على النار مع شويه زبده، واخر شيء تحط الثوم نفس ما هي وتعطيها كارملايز هيك تعطيها لون ولا اي شيء ثاني. نصيحه اللحمه النظيفه ما بدها غير ملح وفلفل. اوكي خلينا نحط هون. وكيف بدنا نبلش نعرف اذا استوت من جوا ولا ما استوت من جوا؟ ايوه سؤال قوي. سؤال قوي صح. هلا حنحكي او شو رايك نطلع فاصل عشان نرجع ونحكي كل التفاصيل بالزبط. اوكي واذا انتم كمان عندكم اي اسئله ثانيه اي استفسارات بخصوص اللحمه ابعثوا لنا اياها صفحتنا على الفيسبوك هي عمان تي في كيتشن، وما تنسوا تعملوا لايك وشير للحلقه لحتى الكل يقدر يستفيد من هالمعلومات اللي عم نقدم لكم اياها. نحن رح نطلع على فاصل صغير، من بعد الفاصل رح نرجع لنكمل باقي وصفاتنا بالستيك، خليكم معنا. رجعنا لكم لنكمل باقي وصفاتنا لليوم. لكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا اكيد بنرحب فيكم، بدنا نحكي لكم انه اليوم كل وصفاتنا باللحمه، عامل لنا الشيف الستيك باكثر من طريقه، فاذا عندكم اي اسئله اي
تساؤلات ابعثوا لنا اياها على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن لحتى نجاوبكم عليها كلياتها. قبل ما نرجع للشيف بدي ارجع اذكركم بانه اليوم احنا مش مستخدمين سكر شعبان، بس احنا ما بنستغني عنه بمطبخنا ببهار ونار. دائما اي وصفه بنستخدم فيها السكر بنستخدم اكيد سكر شعبان، وبدي اياكم انتم كمان تروحوا تجيبوا سكر شعبان لانه عاملين حمله كثير كبيره رح يربحوكم يوميا $100. كل اللي عليكم تعملوه انكم تجيبوا هالعلبه تبعت السكر وتلاقوا فيها الكوبون وتدخلوا هذا الرقم على صفحتهم على الفيسبوك، وبعدين بدخل هيك اسمكم على السحب. ان شاء الله انه الكل بيكون ربحان معاهم لانه عن جد مع شعبان الكل بيكون ربحان، طبعا غير عن الجوائز الثانيه كمان اللي رح تكون معاكم برضه برز شعبان. هلا بدنا نرجع، اليوم احنا مش مستخدمين لا سكر ولا رز، بس حبيت اذكركم بهاي الحمله اللي عاملينها وان شاء الله انكم كلكم تربحوا. بدنا نرجع للشيف ونشوف شو صار عندنا بالستيك. شو يا شيف؟ الشيف عم بنظف مكانه عشان يكون كل شيء متكتك ومرتب. خلصنا من امورنا، كيف نعرف انه قطعه الستيك تبعتنا استوت؟ هذا السؤال اللي كان قبل ما نطلع على الفصل. بالضبط، هلا رح نجاوب عليه. كيف هلا احنا كلياتنا ما اتوقع انه احنا الكل عنده ميزان حراره بالبيت، فاحنا كيف نعرف عليه؟ كيف نعرف انه اللحمه تبعتنا مستويه ولا لا؟ من شغلتين، الشغله الاولى انه احنا نضغط عليها، اذا ضغطنا عليها وشفناها بعدها طريه من جوا. هلا كيف رح نعرف؟ رح نعرف انه هون، استنى خلينا نشلح الجلوفز عشان نشرح. هلا شوفوا هون، لازم كل اصبع هون له دونس او له له درجه استواء مناسبه. كيف نعرف انه كيف نضغط على قطعه اللحمه عشان نعرف الملمس تبعها؟ اذا كانت هون بتكون ايش؟ ويلدن. اوكي اذا كانت الاصبع هذا مع الاصبع هذا فكانت ايش؟ ويلدن. ليش؟ شايف الملمس تبعها؟ أيوه. اذا حطيناها هون فمعناته كيف حاسه؟ كيف الشعور؟ فايوه احنا دائما بنخليها ايش يعني على الاصبع قبل الاخير. انا بالنسبه لي باكل اللحمه ميديوم طول، فانه أوكي. ممكن على الاصبع هذا او الاصبع الوسطاني امورنا لوز حبيت. اللوز فبايد بنعمل هيك وبايد بنعمل هيك عشان نشوف اللحمه. اوكي حبيت. طيب. ممتاز. الشيء اللي بعده هلا عشان نعطي فليفر ونكهه اكثر للستيك تبعتنا ممكن نضيف شغلتين، ممكن نضيف الروزماري او ممكن نضيف ايش؟ الثوم، او ممكن نضيفهم الاثنين مع بعض. تمام الامور. انا راح اجيب ايش اللي هي الثوم، راح اقسمها بالنص بهذا الشكل، يا رب تقص لم تزبط معنا زبطت معنا. اوكي شايفين هذا الاشي؟ هذا الاشي راح نجيبها ونحطها وين؟ بالنص بين الستيكات بالقشرة تبعتها. ما بالقشرة تبعتها يس. تمام، اليوم يعني عن جد افكار لذيذة. هايها بالنص. هلا أوكي. عشان تطلع معنا طرية اكثر ممكن نعمل اكثر من شغلة. ممكن نجيب كمان شوية زبدة وننزلها وين؟ بالمقلاية. بالمقلاية، ليش ننزلها بالمقلاية هلا؟ إذا كانت قطعة الستيك تبعتي شوي صغيرة خميلة، إذا كانت قطعة الستيك تبعتي ما أخذت لون من هون أو ما أخذت لون من هون، إيش ممكن نعمل؟ راح نجيب اللي هي نشيل هذول ونشيل هاي عشان نفرجيهم كل الاسس تبعتنا. اوكي ايش ممكن نعمل؟ ممكن نجيب اذا كانت قطعه ستيك واحده ممكن نجيب الخليط تبعنا ونصير نعمل ايش بالزبده هيك ونحممها من فوق ومن تحت من فوق ومن تحت من فوق ومن تحت. هلا من تحت ماخذه حراره، من فوق بننزل عليها الزبده والنكهه الخلاصه تبعت الجوس اللي هي نازله من اللحمه والملح والفلفل وكل شيء راح ينزل وين؟ عليها من فوق ويحممها وراح تصير تتشرب، وإذا تشربت معانا راح تصير ايش؟ جوسي وتندر. قد ايه وقت راح تاخذ على النار؟ هلا الشيء راح احكي لكم اياه، خلينا نحط هذا على جنب. طيب هلا في عندنا سؤال عم بيقولوا لك لازم هيك نخزقها ونشرحها بالسكينه؟ لا 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 ما في داعي. لا 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 اوكي، ناس بتفكر انه هم ممكن انهم هيك يعملوها بالسكينة على اساس تستوي اسرع او تستوي من جوا او هيك، فلا ما في داعي. لا 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 اوكي، هاي كريمة؟ كريمة. اوكي. يس. كريمة راح نحط هون شوي صغيرة. طيب وفي عندنا كمان سؤال عم بيسألوك شيف الفطر معلب ولا فريش؟ لها فريش؟ فريش، بس بزبط أي شيء صراحة، المتواجد عندكم بزبط، بنحط عليها ملح وفلفل، بنحط عليها كمان هلا شوية مرق دجاج باودر، ممكن نضيف عليها اللي هو الزعتر البري. بيعطي نكهة أسطورية. تعرف إيش كمان بيعطي نكهة؟ ذاك المرمية. مرمية آه صح.
طبعا الميراميد ما رح تعطيها كمان هيك نكهة. صحيح صحيح كلامك. هلأ الإشي اللي احنا عم نستنى فيه هون انه تتسطوى اللحمة تبعتنا شوي صغيرة. صوص المشروم تبعنا تقريبا صار جاهز، قديه مدة نخليه على النار بعد ما ننزل شوي صغيرة اللي هو الكريمة؟ رح نخليها تتسبك، بعد ما تتسبك بنحطها على جنب او بنحطها على الستيك تبعتنا. وفي خيارين، الخيار الأول إني أمسكها بالبلندر وأضربها وبعدين إيش بنحطها عليها أو نخليها هيك. أنا صراحة بحبها هيك عشان أنا بحب أكل الفطر. أيوان بالضبط. حلو. طيب شو وضع اللحمة، استوت ولا لسه؟ اللحمة خلينا نشوف أمورها. رواء الرواء، ممتاز، بيرفكتو بيرفكتو. طلعت. رأيك ناخذ الوصفة الثانية؟ ما نشفت معي. اوكي يلا. اوكي ايش هي الوصفة الثانية؟ الوصفة الثانية رح ناخذ الساندويتش. الساندويتش يلا. خلينا ناخذ المكونات والمقادير عشان نحضرها مع بعض. للفيلادلفيا ستيك ساندويتش رح نحتاج لستيك، زيت شعبان، ملح من ساسي، فلفل اسود من ابو خلدون كباتيلو، فطر، فلفل ملون، بصل وجبنة وزبدة. اليوم زي ما قلنا لكم كل وصفاتنا بالستيك، وعم نحاول نجاوب على كل اسئلتكم بخصوص الستيك وبخصوص اللحمه. هلا الوصفه الثانيه هي سندويشه الستيك. نروح على المطاعم ونطلب سندويشه الستيك. شو سر سندويشه الستيك بالمطاعم؟ اليوم رح يحكي لنا الشيف محمد، بس قبل هيك بدنا تحكي لنا اكثر عن السندويشه اللي عامل لنا اياها اليوم. طيب سندويشة اليوم اسمها فيلادلفيا ستيك، واحدة من أشهر الستيكس بالعالم. أول ما بلش الستيك صاروا يبلشوا يحطوا إضافات مش عارف إيش، وآخر اشترت معهم هي سندويشة واعتمدوها وصاروا يعملوها كتير. وحاليا ممكن 90% من محلات الأردن بيعملوا إيش؟ نفس نوع الستيك. أيوة نفس نوع السندويشة هاي، بحطوا فيها الماشروم، بحطوا فيها الخضار، بحطوا فيها بصل، شوية بهارات، ملح وفلفل. السلام عليكم. لا الجبنه، الجبنه الجبنه اخر شيء، الجبنه اخر شيء. وممكن ينضاف عليها ايش كمان اللي هو الكريمه. اوكي يس. فراح نيجي لايش؟ للسندويشه تبعتنا، مش للسندويشه، لللحمه تبعتنا اول شيء. اوكي طلعوا كيف غير الشيف دغري البور تبع التقطيع او اللوح تبع التقطيع، عشان احنا هلا عم نستخدم اللحمه وقبل كان عم بيستخدم للخضار. فاهم شيء انكم تركزوا على هذا الموضوع، وزي ما حكينا اللون الاحمر هو للحوم بشكل عام. كيف بدك تقطعها بالضبط شيف؟ نفس الشيء عكس العروق تبعها، عكس الالياف دائما وابدا. اذا بنطلع شايفين الالياف هيهم، هيا طلعوا، بدي افلت واحده منهم عشان افرجيكم اياها. اوكي طلعت. شايفين؟ لا انا دائما ايش بقطع عكسها، هيها عكسها عكسها، بخليها دائما رفيعه شوي. ليش؟ عشان تتسطوى معي اسرع وما تاخذ وقت كثير على النار. وبس بدك تخليهم هيك القطع ولا بدك ترجع؟ لا بدي اصغرهم شوي صغيره. اوكي عشان تفرجينا اياهم كيف رح تقسمهم بالضبط، عشان اذا بدك تبلش تقليهم قبل ما نطلع على الفاصل. اوكي فشايفين انتم ما ضيعنا ولا قطعه من الستيك، جبنا التندر لوين وقسمنا الاطراف تبعونها، استخدمنا المنطقه اللي بالنص للستيك العادي، والاطراف رح نعمل فيهم سندويشه الستيك بهي الطريقه. خلص هلا رح نحطهم على النار نخليهم ياخذوا لون، بعد هيك مع زبدة. بنرجع من يعني شويه زبده مع اللحمه بدون ولا اي شيء بهارات ولا بصل ولا ثوم ولا شيء، ممكن ملح وفلفل بس. اوكي اول شيء ولا بعدين؟ عادي ما بفرق، ما بيفرق اول حمصهم. اوكي اذا احنا رح نطلع لفاصل راس الساعه، من بعد الفاصل بنرجع لنكمل باقي وصفاتنا. خليكم معنا. ملك اللحمه الشيف محمد اليوم عم بجاوبنا على كل تساؤلاتكم وكل الاسئله اللي دائما بتخطر على بالنا بخصوص اللحمه، وليه لحمه المطاعم بتكون اضبط او بتطلع معاهم اذكى من اللي بنعملها بالبيت وخصوصا بالستيك. فاليوم احنا حلقتنا كلياتها ستيك بالستيك. اول شيء عملنا الستيك العادي، هلا بننتقل لوصفه سندويشات الستيك، ومن بعدها رح نروح لسلطه الستيك. بس بدي ارجع اذكركم انه احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن. ابعثوا لنا اي اسئله بتخطر على بالكم، ما تنسوا تعملوا لايك وشير للحلقه. شو يا شيف؟ ايش مديرتنا؟ كيف الوضع عندك؟ طمنا. امور روعه روعه، امور ممتازه. ممتازه ممتازه. انا بدي احكي شغله، الريحه بتجنن. بس انا بالنسبه لي ما بقدر استغني عن فاسترن، بضلني ماسكه فاسترن وبرشش بالاستوديو.
عشان الروائح دائما، يعني روائح البصل، روائح الطبخ بتضلها موجوده عندنا بالاستديو، فدائما بنحب انه احنا نستخدم فاسترن لحتى هيك يعطر لنا الاجواء. ريحته كثير حلوه، بنصحكم انكم انتم تجربوه. واهم شيء دائما انا بقول لكم عن المسحوق الجلي تبع فاسترن، لانه ما بنشف الايدين، وكثير من الصبايا خصوصا الصبايا الجداد اللي لسه مش متعودين ايديهم على الجلي بيواجهوا انه بيصير عندهم بتصير تشققات، بيصير في عندهم نشفان. وموضوع الرغوة إبداع، فبيرغي معاكم، يعطيكم اللمعان اللي انت بدكم اياه، بيقيم اي ريحة زنخة او زفر ممكن تطلع مع الاكل، واهم اشي انه ما رح ينشف عندكم الايدين. ننصحكم انكم تجربوا فاسترن. هلأ من فاسترن بدنا ننتقل للحمة، شو وضعك يا شيف؟ احنا حطينا هون اللحمة ستويناها، هلأ رح نحط عليها شوية. احنا اخذنا الوصفة ولا لا؟ اخذناها ممتاز. طيب راح نحط شوية ملح من ساسي، وراح نحط كمان شوية فلفل. حلو. راح نقلبهم هون. طبعا احنا بايش دوبناهم او سطويناهم شوية صغيرة بالزبدة. يس. عندي هون على جنب نزلت اللي هي البصل، هلا راح انزل الفلفل الملون. والفلفل بدك اياه هيك شرحات كبيرة. ايون. اوكي. هلا حسب اذا بدي اياه يتسطوى كثير بخليه رفيع، اذا بدي اياه يحب شوي صغيره قرشه بخليه خميل عشان ايش يزبط معنا على الاخر حسب ما احنا بنحب او حسب ما احنا بنختار. اوكي. عم بيسالوا في داعي انه نترك اللحمه منقوعه؟ نترك اللحمه منقوعه ليش؟ عشان تعطينا نكهه. اللحمه ما بتنتقع حبايبي، اللحمه بتتنظف بطريقه واحده، بتجيبوا فاينه وبتطبطبوا عليها وبس. اوكي حلو. تمام تمام. اوكي. وفي عندنا كمان سؤال، ايش حطيت عليها بهارات؟ ولا شيء، ملح وفلفل. حكينا دائما اللحمه النظيفه، اللحمه النظيفه، اللحمه النظيفه ما بنحط عليها ولا اي شيء غير ملح وفلفل. أوكي. ما بنحط عليها غير ايش؟ ملح وفلفل. وفلفل وملح من ساسي وفلفل اسود من ابو خلدون كبتيلو، لانه كل بهاراتهم فريش رح يعطوكم الطعم اللي انتم بدكم اياها بدون ما تحطوا كميات كثير كبيره من البهارات. هلا كمان شغله على موضوع البهارات، وفي عندنا سؤال كمان من اخلاص، ايش الاشياء اللي لازم نبعد عنها فتره السحور عشان ما نعطش ثاني يوم؟ بدنا نحاول نبعد عن الاكلات اللي بيكون فيها بهارات بكميات كثير كبيره، والاكلات المالحه او اللي بيكون فيها نسبه الملح عاليه لحتى ما تعطينا الشعور بالعطش خلال اليوم. وكمان كثير مهم انكم انتم تاخذوا وجبه السحور، لانه بسمع كثير في اشخاص ما بتتسحر وما بتحب انها تتسحر، بس انا بنصحكم انكم تتسحروا، لانه السحور رح يقلل عندكم من الجوع ثاني يوم، رح يخفف عندكم كمان من ارتفاع السكر والهبوط المفاجئ، فرح يضل عندنا مستويات السكر ثابته خلال ساعات الصيام. فبنصحكم انكم انتم تتسحروا، تبعدوا عن الاكلات اللي عاليه بالملح والبهارات لحتى ما تعطيكم الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام ثاني يوم. شو يا شيف؟ ايش مدرتنا؟ امورك تمام؟ عم بدبل شوي الخضار تبعتنا، اللحمه تبعتي صارت جاهزه، لازم ادوها عشان اتعرف على الوضع. الله. لوز اللوز. لوز اللوز. لوز اللوز. طيب هلا هاي نفسها رح تستخدم منها كمان للسلطه؟ اني اللحمه؟ لا هي تبعت السلطه هون. اوكي، لسه ما عملناها. يس. طيب السندويشات رح تحط لنا فيهم اللحمه والخضار اللي انت حطيتهم، رح تحط اي شيء صوصات ولا لا؟ ولا اي شيء. ولا كريمه؟ ولا لا، احط شوي صغير عشان تخليها جوسي. اوكي تمام. طيب وهذا هو السر تبع المطاعم يعني؟ اه طبعا. هلا انا عندي هون ايش؟ اللحمه رح اضيفها فوق حب السكنات تبعوني. اوكي. هذا ما راح اجيه او ما راح اوديه على جنب، راح استخدمه كمان شوي معنا هلا حتشوفوا وين. بعد هيك الشيء اللي راح اعمله هلا اللي هو الكريمه، هاي طبعا اختياريه، انتم بتقدروا تنزلوا او ما بدكم حسب، ما تكتروا كثير، شوي صغيره عشان ما بدي اياها تطري الهاي كثير السندويشه، لانه اذا كانت شوي مرقه الخبزه تبعتنا بتتشرب، ولما تتشرب ايش بصير فيها؟ كثير بتتبلبل. ايوه. اوكي. طيب حنخليها هيك نقلبها كويس. واذكى شيء بحس معاهم الخبز اللي انت جايبه اليوم معنا كمان. اه الخبز بجنن صح. هلا اخر شيء محبوبه الجماهير حبيبه القلب. اه هيك؟ ها؟ فكرت على السندويشه نفسها من فوق. ممكن نخلي شوي صغيره منظرها عشانك. راح اخلي هدول. شكرا، يسلم شانك.
بعد هيك ايش راح يصير معنا؟ السندويش تبعتنا صارت جاهزه. أوكي. ليش؟ انه احنا حطينا كل الخضار تبعتنا، حطينا كل البهارات تبعتنا اللي هي ولا شيء، بس ملح وفلفل، ونزلنا عليها زبده وحركناهم مع بعض، دبلناهم، واخر شيء حطينا شويه كريمه ودبلناهم. بعد هيك حطينا الجبنه تبعتنا وصارت السندويش تبعتنا جاهزه. هلا كل اللي علينا نعمله انه احنا نشيها وين؟ جوا الخبز تبعنا، الخبز تبعتنا، بس خليها شوي تذوب الجبنه. اوكي، في عندنا سؤال من فاطمه عم بتقول ممكن نضيف الذره؟ بنقدر نضيف كل شيء بنحبه احنا، اي شيء خضار انتم بتحبوه ممكن انكم تضيفوه. صحيح. اوكي، عم بيقولوا لك كمان شكرا يا شيف على هالشرح المفصل عن الستيك وعن اللحمه بشكل عام. بالعكس، من اطيب الاكلات اللي انا بحبها. اذا عندهم كمان اسئله اي شيء بخصوص اللحمه انا جاهز، بالعكس بحب اتسلى هيك، تلاقيني مبسوط وانا بشتغل. لا واضح اليوم قد ايه هيك متحمس وعم بحكي عن اللحمه وملك اللحمه، خلص هذا هو اللقب تبع شيف محمد. طيب هلا ايش رح نعمل؟ رح نحشيها جوا الخبزه تبعتنا. طلعوا الجبنه كيف، الله شايفين هدول اهم شيء. بالعاده لو انا بالبيت بمسكهم هدول ايش بعمل فيهم؟ تاكلهم دايركت. بس مش حيزبط هون، ممكن الصحن بس هذا. ايوه بليز، يلا تفضل. حنحطها هون، حنجيب كمان خبزه ثانيه. والله ولا افخم من هيك سندويشه صراحه، يعني كل القطعه اللي احنا جبناها استخدمناها بالوصفتين هدول، ولسه رح نستخدمهم لوصفه ثالثه كمان. زي ما قلنا لكم جبنا التندر لوين او القطعه اللي بتيجي عند الظهر من ورا، عشان هي اطرى جزء ممكن انه يعطيكم النتيجه اللي انتم بدكم اياها للستيك. قمنا الاطراف، استخدمنا القطعه اللي بالنص للستيك العادي، والاطراف استخدمناهم جزء للسندويشات، وهلا الجزء الثاني رح نستخدمه للسلطه تبعتنا. قبل ما ننتقل لوصفه السلطه بدنا نشوف السندويشات كيف رح نقدمهم، ايش ممكن يتقدم جنبهم ولا خلاص، ولا رح تحط شويه جبنه على الوجه؟ سوري، السندويشات رح تحط جنبهم إشي صوص ولا خلص؟ هلا هي بالعاده ما بنحط معاها ولا شيء، بنحط معاها جنبها بطاطا وبس، ولا اي شيء ثاني ابدا 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 ابدا، لانه طلعي هاي مليانه متفجره وما يغركم انها ناشفه شوي صغيره، لا ابدا بالعكس دايبه على الاخر. وهي كمان شويه جبنه عشانك تنبسطي معنا، عشان خلص تشتاقوا لي من يوم طالع تحكوا والله عليان. والله يعني دائما لك وحشه هيك. سلم ايديك على هالوصفات وعلى هالسندويشات. طيب احنا رح نطلع لفاصل. يس. قبل ما نطلع للفاصل ايش رح تعمل؟ رح شايفين المقلايه الحاميه هاي، رح اجيب الستيك ورح انزله فيها. ها بس وبس. يس يلا احنا رح نطلع لاخر فاصل بحلقتنا لليوم، من بعد الفاصل بنرجع لنفرجيكم كيف السفره تبعتنا رح تكون بالنتيجه النهائيه. خليكم معنا. يعني ولا اروع من هيك ستيك، ولا اروع من هيك تقديم، يعني ابدع الشيف كالعاده، وانا اعطيته لقب ملك اللحمه. فبما انه احنا لساتنا مكملين بوصفاتنا اليوم باللحمه، رح ناخذ مكونات والمقادير تبعون السلطه عشان نرجع نحضرها مع بعض. لسلطة الستيك رح نحتاج لجرجير، خس وبقدونس، بردقان وستيك. أما للصوص فرح نحتاج لخل، عصير بردقان، وخردل حب، ملح من ساسي، فلفل أسود من أبو خلدون كبتيله. أخذنا المكونات والمقادير لأول وصفة، لثالث وصفة وآخر وصفة. هلأ بدنا نشوف كيف طريقة تطبيق هالسلطة. دائماً أنا بقول نحاول نغير بأنواع السلطات وندخل فيها أشياء جديدة، فاليوم دخلين فيها الستيك. شو يا شيف؟ عايش عم بتدور احكي لي. ولا إشي، أخذنا المكونات؟ أخذنا، أخذنا المكونات. يلا نبلش نحط الخس. خس أوكي. كثير ناس بتفكر أنه لما بنحكي سلطة خيار وبندورة، بس احنا دائما نقدر انه نتفنن بالسلطات. اليوم الشيف مدخل لنا البردقان بما انه هلا موسم الحمضيات، وكمان مش حاط لنا بندوره وخيار عشان تعرفوا انه السلطات مش لازم تكون بندوره وخيار. شلون تعرفوا؟ مدللهم عن جد. طيب بقدونس، جرجير، وخس. شايف قد ايه المكونات بسيطه؟ وبعدين ريح كل ستات البيوت انه ما في فرم، انتم ملاحظين انه نفس ما هي نفس ما هي. بعد هيك بردقان، بردقان، يا البرتقاله، يا البرتقاله. هنحط هون. تمام. والستيك انت زي ما حكينا اخذت القطعتين اللي كانوا من اطراف التندر لوين وقسمتهم بهذا الشكل، وبس حطيت معهم ملح وفلفل بس ولا اي شيء ثاني. وبعد ما استووا معنا حطهم بهاي الطريقه. يا سلام، حبيت. شايفين ولا اسهل من هيك.
اسهل من هيك ماكو. طبعا دائما احاول اني ما احطهم على على اللي هو الخضار. ليش؟ لانه اللحمه سخنه، واذا كانت اللحمه سخنه وحطينا عليها شيء سخن فحتذوب الخضار تبعتنا. اوكي، فاحنا بنحطها فوق البردقان ليش؟ عشان تضلها فريش شوي. ايوه ممتاز. اوكي، هلا بننتقل من بعدها للدريسنج تبع السلطه او الصوص تبع السلطه. يس، الصوص تبع السلطه هي هون. انا حاط عندي هون السيدز اللي هو الخردل، حاط هون كمان الخل، وحاطت كمان عصير البردقان. هلا راح اضيف عليهم شويه. يعني انت استخدمت عصير برتقال بدل ليمون؟ اه، عشان يعطينا الحموضه. بالضبط. وهلا راح اضيف عليها كمان فلفل اسود. راح احركهم كلياتهم مع بعض، وهيك بكون جاهز الصوص والسلطه كلياتها جاهزه. حبيت صراحه كثير تغيير. عن جد حاسب الحموضه قبل ما ادوق. لا بالعكس، البرتقال هذا بس كثير حبيت فكره انه عصير برتقال بدل الليمون بالسلطه. بس هذا عصير شو اسمه بردقان ابو سره حلو بيجي. الله. فانه لطيف. اوكي خلص امورنا. وبرضه كمان هيك المسترد او الخردل بيطلع طعمه زاكي بحس. صحيح. مع السلطات بشكل عام. هي اعطيناكم فكره للسلطه. طبعا يعني اكيد رح تعملوا فتوش برمضان، بس يعني حاولوا انكم تغيروا دائما بالسلطات. واليوم اللي بدكم تعملوا فيه ستيك بتجيبوا هالقطعه بتستخدموها كلياتها من اولها لاخرها بهالثلاث وصفات. خلينا نرجع نذكركم سريعا ونذكركم الشيف شو حضر لنا بحلقه اليوم. شو يا شيف؟ قبل ما انهي بحب احكي لكم انه انا بحبكم كلياتكم. هذا اخر لايف حيكون لي ان شاء الله بعد رمضان اذا الله اعطانا عمر. راح نرجع وداعيا. ايوه وداعيا للقاء. بالضبط. وبحبكم كثير، وانا فخور كثير بحالي كيف كنت وكيف صرت من وراء بهارونار. ان شاء الله بعد رمضان بنرجع بوصفات اسطوريه اكثر وقويه، وبستمتعوا ان شاء الله مع شيف امتياز اسطوره. وبس بحبكم قد الدنيا. طيب نيجي حط لي موسيقى حزينه. طيب نيجي نذكر بشرحنا عن اللحمه، عن اساسيات اللحمه، كيف نقطعها، كيف نسويها، كيف نستخدمها، كيف نطبخها، كيف نسوي كل شيء باللحمه من الزيرو لحد ما وصلت للشيء اللي عندنا هون. عملنا كمان سندويشه اللي هي الستيك ساندويش، حطينا الكريمه مع الجبنه مع البصل مع الخضار كلياتها، ملح وفلفل، وحطيناها جوا سندويش، طلعت معنا سندويشه اسطوريه. بعد هيك عملنا كمان السلطه تبعت الستيك. ان شاء الله تعجبكم وحشتاق لكم قد الدنيا. والله واحنا كمان رح نشتاق لك كثير، وبنستناك على نار بعد رمضان. إن شاء بدنا الله. اياك تحضر لنا هيك لسته وصفات تكون بوم جاهزين. وكل الحبشتكنات تبعونك زبط لنا اياهم وحضر لنا اياهم لبعد رمضان. حاضرين، نحن رح نكون عم نستناك، وبنتمنى لكم بقيه نهار حلوه ودافيه. ولكل الاشخاص اللي ما لحقوا يتابعونا من بدايه حلقتنا، بتلاقوا كل وصفاتنا موجوده على قناتنا على اليوتيوب، بتقدروا ترجعوا تحضروا كمان الحلقه مره ثانيه على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن. احنا رح نلاقيكم برمضان، كل عام وانتم بالف خير وتضلوا بالف خير. الى اللقاء.